السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على القناة كوزين نور تيفي. عدنا ان شاء الله غادي نوجد معكم ميني بطوط. عندي هنايا نص الزلافة ديال الفينو، وعندي هنايا زلافة كاملة ديال الفورس معمرة، وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال الملحة، ملحة على حسب الذوق، وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، وعندي هنايا الماء دافي باش نجمع العجين. غادي ندير شوية د الماء هنايا، نخلي هاد الخميرة باش تفعل. ودابا بسم الله غادي نبدا في التحضير، نخلط كلش. دابا غادي نضيف الملح، واحد المعلقة ديال الزيت كبيرة، بدات جوج معالق ديال المعلقة صغيرة، هي المعلقة كبيرة. ودابا غادي نضيف، دابا غادي نجمع هاد العجين. العجينة تكون مرخوفة، ما تجيش قاسحة باش يجيكم البطبوط ديالكم يخرجكم. ودابا غادي نجمع كتجي مطلوقة. ودابا غادي ندلك شوية، ودابا عجنتها شوية هلكتها، بقى نديرو هكا باش نجمعها تكون ما تكونش قاسحة باش كتجي مضبوط خاوي لداخل. ودابا جمعتها غادي نديرو هنايا باش نخليها تخمر. وندير واحد بلاستيك ونخليها حتى تخمر. دابا الحال بارد، ندير عليها شي حاجه هكا شي فوطه ولا شي حاجه، نخليها حتى تخمر. دابا ها العجينه ديالي خمرات، ودابا ما عليا نحيد البلاستيك عليها، وغادي نخرج ديك الهواء ديال الخميره.
حطيتهم. دي نحيد هذه. ها كيف كيجيو. غادي نديروهم هنايا. ودابا غادي نصبر عليهم هكا 15 مينوت 20 مينوت، وغادي نسخن المقله ديالي، وغادي نبدا نطيب في البطبوط ديالي. غادي ندير عليه شي فوطا. دابا بسم الله غادي نبدا نحضر معكم الحشوة. ضفت هنايا شويه الزيت، دابا غادي نخليها حتى تسخن. ودابا غادي نضيف عليه السدر ديال الدجاج. ونخليه يتشحر شويه. نضيف عليه شويه د الملح. دابا غادي نضيف عليه البصله. غادي نضيف واحد الراس ديال الثوم. غادي نخليه يتشحر شويه، وغادي نضيف ليه الفلفل خلط. نضيف قصرون والمعدنوس. ودابا غادي نضيف بابريكا. خرطوم. ملعقة سكينجبير. ندي بزار. دابا غادي نخلط كوش. ما كنديش الوقت الدجاج الصدر ديال الدجاج ما كنديش الوقت بزاف معايا كيطيب. ودابا غادي نخليه باش يتشحن مجموع. Thank you.
دابا درت هنايا المقله تسخن، دهنتها شويه الزيت اللي بغا، ودابا غادي نبدا نطيب. صبرت عليه 15 مينوت، كيجي مضبوط عليه. دابا عندي هنايا المايونيز، وعندي هنايا ساموراي، وكاين هذا الفرماج اللي بغى يديروه يديروه، اللي ما بغاش كل واحد الذوق ديالو. عندي هنايا الشلاضه والحشوه. دابا غادي نقطع معاكم وحده، كيف كتجي الداخل ديالو خاويه. ودابا غادي نديرو
كيف كيجي البطبوط ديالي. كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم، وبالصحة والراحة، وما تنساوش لي لايك، وما تنساوش بارتاج على الأحباب على الأصدقاء، والسلام عليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله.